في رثاء الفقيد الشيخ صالح كامل رائد العمل المصرفي الإسلامي. في ليلة هي خير من ألف شهر في شهر رمضان المعظم، ودعنا الشيخ صالح عبد الله كامل رجل الاقتصاد الإسلامي الكبير إلى رحاب ربه الكريم وبجواره. مات الشيخ صالح كامل يرحمه الله مصليا في المستشفى الذي كان فيه، وفتحت له أبواب الحرم المكي الشريف ليصلى على جثمانه الطاهر قبل أن يوارى ثرى مكة المكرمة مسقط رأسه. تلك المدينة التي أحبها وأحبت وأبت إلا أن تكرمه عند موته كما أكرمها بحبه لها في حياته. إن سيرة الشيخ صالح كامل يرحمه الله مليئة بالتحديات والإنجازات، حيث ولد في عام 1360 هجرياً في مكة المكرمة لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء. تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض عام 1383 هجرياً، وقد أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية. وبعد 10 سنوات من العمل في وزارة المالية ترك العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد عن 12 مليار ريال سعودي موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة العربية السعودية وفي نحو 45 دولة حول العالم. ترأس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة التي تشمل مجموعة شركات منها البركة للاستثمار والتنمية، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة التوفيق المالية، الشركة الإعلامية العربية وشركة مسك الإعلامية العربية، راديو وتلفزيون العرب ART، شركة مجموعة دلة، شركة دلة للتنمية العقارية والسياحية، شركة درة العروس وغيرها. كما ترأس يرحمه الله مجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية ولجنة المشاركين في محفظة البنوك الإسلامية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية، وكذلك ترأس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للزكاة، وكان عضوا كذلك بمجلس أمناء كل من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين، ومؤسسة الفكر العربي، والمؤسسة العربية للإعلام، وتشمل المنشآت غير الربحية التي أقامها الشيخ صالح كامل يرحمه الله لتعزيز فكره ونشر أفضل ممارساته، والتي منها مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، ومركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في مصر، ومركز جدة للعلوم والتكنولوجيا. لقد ترك الشيخ صالح إرثاً واسعاً من العلم والثقافة والاقتصاد والإعلام وعالم الأعمال، واهتم بالزكاة أيما اهتمام، وكذلك بتأصيل المعرفة الحقة في مجالات الاقتصاد الإسلامي، فنظم لها المؤتمرات والندوات المتخصصة والتي ساهمت في نشر الوعي المعرفي لدى كثير من المتخصصين، حتى ساهم بذلك تحويل ممارسات وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي من عمل محدود التأثير إلى ممارسات مؤسسية كبيرة ومتطورة وذات أثر مستدام. بادر الشيخ صالح كامل من سبعينيات القرن الماضي في وضع أسس العمل المصرفي الإسلامي، وأنشأ العشرات من المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية، وواجه في تحقيق ذلك الكثير من التحديات وتجاوزها بفضل الله تعالى، ثم بفضل إصراره على تأسيس منهج مستدام نجني جميعا اليوم ثمار أعماله. وما هذا المؤتمر الذي حرصنا على المشاركة فيه ويحمل اسمه ويقام بالشراكة مع مجموعة البركة المصرفية إلا واحدا من ثمار أعماله يرحمه الله. عاش الشيخ صالح كامل محبا للمسلمين في شتى بقاع الأرض، وعمل من خلال الأدوات المصرفية التي يجيد توظيفها لتمكين المجتمعات العربية والإسلامية، حيث حمل همومهم واحتياجاتهم واستجاب لها بالآلاف من المبادرات والمشروعات الاجتماعية وغيرها من المبادرات الخلاقة، والتي انعكس على حب هذه المجتمعات والدول للشيخ صالح كامل ورحبت بمقدمه أيما ترحيب. رحم الله الشيخ صالح كامل رحمة واسعة، وجعل ما قدم من أعمال صالحة ومفيدة في ميزان حسناته، وصدقة جارية له
إلى يوم الدين، ونسأل الله الصبر والسلوان لأبنائه وأسرته ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.